في تونس ووسط العاصمة التونسية تحتل مدينة سيدي بوسعيد موقعا متميزا وعلى خريطة المقاصد السياحية في البلاد تشغل موقعا أكثر تميزا للمدينة. حكايات عدة وقصة تروى. آه يا خليلة، آه يا خليلة، آه آه يا خليلة، آه يا خليلة، انسي الميعاد ميعاد هاك الليلة واللي كواه الحب. آه يا خليلة مصيره يتعذب يتولى عنده ليلة. آه يا خليلة، آه يا خليلة. سيدي بوسعيد الجميلة الزرقاء على وقع رائحة الياسمين وبياض جدرانها وزرقة شرفاتها المزهرة، تتربع مدينة سيدي بوسعيد على عرش السياحة في العاصمة التونسية تونس. وفي ضرب من الخيال تمتزج فيها رائحة القهوة المنبعثة من مقاهيها الشهيرة ورائحة البنبلون وشاي الصنوبر، لتعبر بزائري المدينة الزرقاء إلى أزمنة جعلت شعراء كني زرقباني يتغزلون في سحرها، فقيل فيها: يا تونس الخضراء جئتك عاشقا وعلى جبيني وردة وكتاب. وتغنى بجمالها مغنون عالميون على غرار باتريك باريل ومجد الرومي. تعود نشأة سيدي بوسعيد لزمن الفينيقيين الذين أسسوا مدينة قرطاج، وكان جبل سيدي بوسعيد يطلق عليه آنذاك جبل المنار أو جبل المرسى. تميزت سيدي بوسعيد سابقا باحتفالاتها الدينية من أهمها الخرجة التي ما تزال تقام إلى اليوم، وهي عبارة عن حفل ديني تدق فيه الطبول وترتل فيه الأذكار الدينية والأناشيد، وتطبخ نساء البيوت المجاورة للضريح الكسكسي وهو الأكلة الشعبية التقليدية في تونس، ويجتمع كل أهالي القرية مع بعضهم البعض بالزي التقليدي يومها. حافظت سيدي بوسعيد على خصوصيتها، كما ظلت الوجهة المفضلة لزوار تونس للاستمتاع بهوائها العليل وجمال أزقتها واقتناء التحف التذكارية من المحلات الموجودة بها، لتصبح مدينة الياسمين الزرقاء قبلة لكل من يفكر في زيارة تونس الخضراء.